تعترف انه قلبت العربيه قلبت حياتك تماما؟ تماما، رحت في سكه تانية خالص. كان زمان سكه وانت افضل؟ لا كده كده. لا بقول لك يا شوبير، احنا كده كده بنخش بنصلي وبنعمل، يعني بعد ما كانت معاك واحده في العربيه والدنيا كلها اتقلبت عليك، الدنيا حصل فيها ايه بعد كده؟ لا الحكايه كلها كل واحد زي السوشيال ميديا دلوقتي، كل واحد ممكن تصور له الشيء زي ما هو عايز، هو يتكلم زي ما هو عايز، وما كانش في وقت ان انت تفضل تتكلم في المواضيع دي، وما كانش في عندنا صحافه تقعد تتكلم معاك. الدنيا كانت اسهل، الدنيا كانت بسيطه وصغيره، يعني مش انك انت تاخد خبر مش هتتناقش فيه. ان النقاش الاكبر كان عوده شريف عبد المنعم، النقاش الاكبر كان ايه اللي حصل للنجم ده، ايه اللي حصل للاعب ده. اللاعب ده كان المفروض لو اقر واعترف بقى ان حادثه زي دي حرمت مصر من دخول كاس العالم كذا مره. حرمت مصر عشان شريف عبد المنعم عشان ما لعبش. مش غرور. انا كنت في مرحله عندي 22 سنه من احسن الناس اللي كانت ممكن تلعب ماتش تونس. فماتش تونس تجي لي اصابه في اول السنه في رجلي، وبعدين ارجع تاني تكون ما رحت انت لعبت تونس واتغلبت وخرجت من كاس العالم لو شريف عبد المنعم موجود ايامها، وكان في مرهم امام كمان لو تفتكر، احنا الاثنين كان نينكوفيتش حط علينا امال كبيره جدا، كان هناك تميم في تونس وكان في مصر هنا شريف عبد المنعم. انا كنت من نوعيه كابتن شبير وانت تعرف، انا ممكن امسك تميم في المباراه وابقى انا العامل المساعد المهاجم لفرقه مصر برضو، يعني ما كنتش. وكان جنبي ايه بقى؟ يعني كان جنبي مختار بيعوض معايا حته ناحيه الشمال دي. انا بقى خايف انه الناس تاخد الكلام ده غرور شديد جدا. ولا غرور ولا حاجه، كان ربنا واهب عليك بامكانيات رهيبه وموهبه كبيره جدا، انت دي اللي انت اتحرمت منه او مصر اتحرمت منه، هو ده اللي اقر واعترف فيه.